حضرة المشاهدين والمستمعين الكرام، أحييكم في هذه الحلقة 32 لتحليل لسان القرآن العربي المبين اعتمادا على اللغتين العربية والآرامية السريانية لفهم معاني القرآن في زمن تدوينه. ونتابع في هذه الحلقة شرحنا اللغوي لنقش قبة الصخرة المدون بالرسم الكوفي على مدى 240 متراً من المثمن الداخلي. ونعود إلى المقطع الثالث المذكور في الحلقة السابقة بعد شرحنا لأصل اسم عيسى بلفظ العين المندائية كهمزة لقراءة إيشا من أصل إيشاي أبو الملك داود، الذي يظهر كمرادف لاسم إيشو باللفظ السرياني الشرقي المختصر من اسم إيشوع أي يسوع بلفظه العربي. ووفقا لوعدنا في نهاية الحلقة السابقة، نعود لمتابعة شرحنا لموضوع الثالوث المرفوض في نقش قبة الصخرة كما ورد في سورة النساء 171 بقوله: لا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم. يمكن اعتبار هذا النهي كنصيحة لأهل الكتاب طبقا لقوله في بداية هذا المقطع: يا أهل الكتاب لا تعلوا في دينكم، أي لا تخطئوا في تفسيركم للكتاب. والواقع أن مصطلح الثالوث لم يرد ذكره في الكتاب، بل صدر لأول مرة في المجمع الكنسي البيزنطي المنعقد في نيقيا سنة 325 ميلادية، ونتج عن قرارات هذا المجمع انشقاق المسيحية الشرقية، ومن جملتها المسيحية المسماة بالأريوسية، مع أن أريوس ليس هو الذي ابتدع هذه المسيحية، بل درس اللاهوت في أنطاكيا سوريا وعلمه في الإسكندرية في مصر. فكانت هذه المسيحية منتشرة قبل مجمع نيقيا، ودام وجودها بعد انفصالها بقرارات هذا المجمع التي فرضتها السلطة السياسية على المسيحيين في بلاد الروم. فيبدو من نقش قبة الصخرة أن عبد الملك أو من ينوب عنه من أهل العلم واللاهوت يدافع عن عقيدته المسيحية الأرثوذكسية القديمة والسابقة لمجمع نيقيا كما ورثها من المسيحية السريانية. ويمكن القول بأن نقش قبة الصخرة يعطينا صورة عن التاريخ المسيحي وعن الجدل الذي حصل بين مختلف المذاهب اللاهوتية المسيحية حول طبيعة المسيح الإلهية أو الإنسانية. وهذا ما يشير إليه نقش قبة الصخرة بقوله في المقطع الخامس: ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه تمترون. وتمترون فعل سرياني يعني تختصمون، قاموس منا صفحة 415 العمود الثاني. وللعودة إلى عقيدة الثالوث الذي يشكل أهم خلاف لاهوتي بين المسيحية والإسلام المتأخر في العصر العباسي، نجد في أحد نقوش قبة الصخرة الحل لهذه المعضلة. ومن جملة هذه النقوش النقش المدون على البوابة أو المدخل الشرقي والشمالي حسب نقل ماكس فان بيرهم في كتاب أوليغ جرابار، حيث يرد مصطلح الصمد الذي سيتبع شرحه. ونص هذا النقش على البوابة الشرقية كالتالي: أولا البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي لا إله إلا هو
الحي القيوم، القيوم سريانيا يعني الدائم، لا شريك له، الأحد الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفو، وليس كفوا أحد. محمد عبد الله ورسوله، أي ممجد عبد الله ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق، أي شرح الكتاب الصحيح، ليظهره على الدين كله، أي على تفسير الكتاب كله، ولو كره المشركون. آمنا بالله وبما أنزل على محمد وبما أوتي النبيون من ربهم، لا نفرق بين أحد منهم، ونحن له مسلمون، أي ونحن عليه متفقون سريانيا، وليس له خاضعون عربيا. صلى الله على محمد عبده ونبيه، والسلام عليه ورحمة الله وبركته ومغفرته ورضوانه. حتى ولو أضيف هذا النقص في العصر العباسي، ودليل ذلك ما ورد في المقطع الرابع، عن محمد كاسم وليس كصفة، بقوله صلى الله على محمد عبده ونبيه، بينما يتبين من المقطع الثاني بتعبير محمد عبد الله ورسوله معنى ممجد عبد الله ورسوله كما ورد في النقش الداخلي. إنما ما يهمنا هنا هو التعبير المزدوج الأحد الصمد نسبة لله الذي لا إله إلا هو كما جاء ذكره في سورة الإخلاص. والدليل التاريخي على أن تعبير الأحد الصمد ليس من ابتداع العصر العباسي بل سابق للعصر الأموي في المسيحية السريانية العربية، ورود نفس التعبير المزدوج في أناشيد مار أفرام السرياني ملفان الكنيسة السريانية من القرن الرابع ميلادي 306 إلى 373، ونجد المرجع مرتين في القاموس السرياني تيزاوروس سيرياكوس، أي الكنز السرياني، بالصيغة الفعلية كما يلي: صماد وحييد، أي صمد ووحد. أما معنى الصمد بالنسبة إلى الله، الأحد، فيعيد الطبري قوله المأثور: اختلف أهل التأويل في معنى الصمد، فقال بعضهم: أولا هو الذي ليس بأجوف، ويذكر الطبري 17 حديثا عن مجاهد وعن الشعبي وعن الضحاك وغيرهم قولهم عن الصمد الذي لا جوف له، والذي لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب. وقال آخرون عن عكرمة ثانيا: هو الذي لا يخرج منه شيء. وقال آخرون ثالثا: هو الذي لم يلد ولم يولد. وقال آخرون رابعا: هو السيد الذي قد انتهى سودده. وقال آخرون خامسا: بل هو الباقي الذي لا يفنى. ويستنتج الطبري من هذه الأقوال، قال أبو جعفر: الصمد عند العرب هو السيد الذي يصمد إليه، الذي لا أحد فوقه، وكذلك تسمي أشرافها. ويستشهد الطبري ببيتين من الشعر حيث ورد تعبير السيد الصمد. وكذلك اختلف مترجمو القرآن الغربيون في معنى الصمد، فترجمها ريجيس بلاشير الفرنسي كمرادف للأحد أو الوحيد لسول، بينما أشار رودي بارت الألماني إلى الخلاف في معنى الصمد. والوحيد الذي أشار إلى المعنى العام للصمد في اللغات السامية هو ريتشارد بيل البريطاني في ملاحظته: The Semitic root
Smart seems to mean to bind together. The undivided might give the sense. مع أنه قريب من المعنى، إلا أن ريتشارد بيل لم يرى العلاقة اللاهوتية بهذا التعبير الذي لا يمكن فهمه إلا من السريانية. كشف القناع عن سر الصمد بمفهومه السرياني. يعود الفضل إلى السيد فضيلة بين سميث، ريفرند بين سميث، الذي صنف قائمة المخطوطات السريانية المحفوظة في المكتبة البودليانا بودليون لايبراري في جامعة أكسفورد. ويظهر أنه اطلع على محتوى هذه المخطوطات واكتشف في أحدها التعبير السرياني التالي الذي لم يتم نشره حتى الآن، ونصه تليثا يوثا سميتا بحدا إيثوثا، أي الثلاثية، عربيا الثالوث، المصمودة أو المصمدة، أي المجموعة أو المقترنة والمتحدة بجوهر إلهي واحد. المرجع الكنز السرياني، تيزاوروس سيرياكوس، المجلد الثاني إلى آخره. ويعطينا الكنز السرياني أمثلة عديدة عن معنى صمد، ومنها أحوثا سميتا، أي الأخوة المصمدة، أي المقترنة أو المتحدة بعكس المتفرقة. ومع وجود فعل صمد في اللهجات العربية بمختلف معانيه، ومنها تنقيد الصاد الخاطئ بقراءة ضمد وضماد بالفصحى، وهي بالحقيقة صمد وصماد، لم يرى أهل التأويل وأهل اللغة ما هي علاقة الصمد بالله الأحد، فتخيل له معاني بعيدة عن مفهومه اللاهوتي الحقيقي. ولو كان لهم علم بمعنى الصمد لما قال الذين صاغوا نص قبة الصخرة لا تقولوا ثلاثة، بل كان عليهم أن يضيفوا بل قولوا الصمد، إلا أنهم كانوا يجهلون أن مصطلح الصمد يتضمن ما سمي بالثالوث، كما ورد في نفس نقش قبة الصخرة بقوله إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. لم يكترث كاتب هذه العبارة إلى أنه بذكر أولا الله، ثانيا كلمته، ثالثا وروح منه، اختصر محتوى الثالوث دون تسميته ثالوث. ويطابق هذا المحتوى ما سمي بالثالوث المسيحي الذي يشمل أولا الله المسمى الآب، ثانيا وكلمته وهو الابن بالمعنى اللاهوتي وليس البشري، ثالثا وروحه القدوس. وهذه ثلاث صفات الله الواحد وجزء لا يتجزأ منه، ولا تعني ثلاثة آلهة كما فهمها محررو نقوش قبة الصخرة والنص القرآني المطابق لها. وقد ورد محتوى الثالوث في القرآن بقوله في سورة الإسراء الآية 85 ويسألونك عن الروح، أي إذا سألوك عن الروح قل الروح من أمر ربي. وفي هذه الآية مختصر ما سمي بالثالوث، أولا الروح أي روح الله، ثانيا من أمر ومعنى الأمر سريانيا الكلمة، ثالثا ربي أي أن الروح ينبثق
من كلمة الله كما ورد في قانون الإيمان المسيحي، وبروح القدس المنبثق من الآب والابن الذي هو مع الآب والابن. ولعدم فهم هذه التعابير اللاهوتية، يضيف القرآن في الآية المذكورة: وما أوتيتم من العلم، أي من علم اللاهوت، إلا قليلا. بتعبير آخر، هل فهمتم ما قلته عن الروح والروح من أمر ربي؟ أكيد لا، لأنكم ما أوتيتم من العلم، أي من علم اللاهوت، إلا قليلا. وأول من أشار إلى مضمون الثالوث المسيحي في هذه الآية أو الآثة هو اللاهوتي الألماني فيلهلم رودولف في أطروحته الصادرة سنة 1922 في شتوتغارت بعنوان Die Abhängigkeit des Korans von Judentum und Christentum، أي علاقة القرآن باليهودية والمسيحية. ويستنتج رودولف في آخر دراسته أن اليهودية أهميتها في القرآن من حيث الكمية، أما من حيث المضمون، من حيث المضمون اللاهوتي، فتغلب أهمية المسيحية. وبالنسبة إلى قول القرآن وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، يطبق هذا القول كذلك على الذين كفروا أهل الثالوث باعتبارهم مشركين لجهلهم ليس فقط معنى الثالوث، بل لجهلهم معنى الصمد الذي يحتوي على ما سمي بالثالوث. وقول القرآن: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، سورة المائدة 73، لا يمكن أن يكون كلام الله عن نفسه بالغائب، بل تأويل البشر الذين لم يفهموا معنى الثالوث ولا معنى الصمد. فلو فهم أهل العلم الذين صاغوا نص قبة الصخرة معنى الصمد لما قالوا لا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، النساء 171، بل قولوا الله الصمد. وقد أدى عدم فهم البشر لهذه التعبير اللاهوتية إلى التعدي على الذين يعتبرونهم كفارا، كما شهده التاريخ المعاصر في تنظيمات سياسية جعلت من سوء فهمها للعقائد الدينية مبررا لاعتدائهم على من لا يشاركهم معتقداتهم، مع قول القرآن: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، سورة البقرة 190. وخلاصة شرحنا لسوء فهم الثالوث ومصطلح الصمد أن يقال لأهل الكتاب: يا أهل الكتاب لا تقولوا ثلاثة، بل قولوا باسم الآب الله والابن كلمته والروح القدس إله الصمد، وهو أصح من إله واحد. آمين. وصيغة الصمد: اسم مفعول سرياني يعني عربيا المصمود أو المتحد أو الموحد. والفرق بين الله أحد والله الصمد هو أن الأحد ليس بحاجة إلى توحيد، إذ أنه واحد، بينما الله الصمد يجمع بين الله وكلمته وروحه، وهي صفات من نفس الذات الإلهية. ولذا لا فرق لاهوتي بين تسمية الثالوث ومصطلح الصمد، لأن الصمد يحتوي على ما سمي بالثالوث. وهذا ما يؤكده القرآن عن معنى ومحتوى الصمد بقوله في سورة الإسراء 85: ويسألونك عن الروح، أي إذا سألوك عن الروح. وكل الجمل المبتدئة بالمضارع يسألونك جمل شرطية تعني إذا سألوك بمبتدأ وخبر، وكذلك يستفتونك النساء 127 و176 بمعنى إذا استفتوك
نعود إلى قول القرآن في سورة الإسراء 85، ويسألونك عن الروح، أي إذا سألوك عن الروح مبتدأ والخبر، قل الروح من أمر ربي، أي الروح من كلمة الله. والذين لم يستوعبوا معنى الروح من أمر ربي يضيف القرآن: وما أوتيتم، أي إلا أنكم ما أوتيتم من العلم، أي من علم اللاهوت، إلا قليلا. وهذا الكلام يوجهه القرآن ليس فقط إلى أهل التأويل الذين عجزوا عن تفسيره، بل إلى جميع الذين حاولوا الكشف عن سر معنى الصمد المتضمن ما سمي بالثالوث. وبهذا المفهوم يمكن القول أن اسم عبد الصمد يعني سريانيا عبد الله المثلث والموحد الأقانيم حسب التعبير المسيحي، وهو إله واحد وليس ثالث ثلاثة كما فهمه بعض أهل التأويل في القرآن، وليس الله الذي يتهم المسيحيين بتسميته ثالث ثلاثة. وبالنتيجة نرى في كشف النقاب عن سر معنى الصمد السرياني اللاهوتي أوضح دليل على أصل دين الإسلام النصراني أو المسيحي. وسوف يبين لنا تعبير دين الإسلام بالذات في سياق نقش قبة الصخرة أن حتى هذه التسمية جاءت من مفهوم سرياني خاطئ لهذا الدين المسيحي الأصل. وتوضيح معنى الصمد المبهم حتى يومنا هذا بفضل مفهومه السرياني من شأنه أن يضع حداً لسوء التفاهم والخصام اللاهوتي الذي دام منذ أجيال بين الدينين. وهذا ما يتمناه القرآن بقوله في سورة المائدة 82: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. فلا يمكن أن يناقض القرآن نفسه بنفسه بقوله في نفس السورة 51: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. الهمزة أضيفت في المرحلة الخامسة: بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هذا الكلام لا يمكن أن يكون كلام الله، بل كلام السياسة العباسية التي أو اللي كان همها القضاء على دين خصومهم الأمويين النصارى. وهذا ما يبين لنا الإساءة إلى الدين عند تدخل السياسة فيه لتجعل من الدين أساس عقيدتها وأهدافها السياسية. وللعودة إلى الدين بمعناه اللاهوتي وليس السياسي، نستنتج من شرحنا لمعنى الصمد تفسير سورة الإخلاص الجديد اعتماداً على مفهومها السرياني، وهذا نصها: أولاً قل هو الله أحد، ثانياً الله الصمد. أولاً ضمير الغائب هو في أول الجملة لا يعني الله هو، بل يشير بالسريانية إلى ما يتبع شرحه بمعنى ما يخص الله الأحد، أي ما هو مفهوم الله الأحد. ونجد استخدام هو بهذا المعنى في بداية سيرة مار أفرام السرياني بقوله: هو دين قديشة مار أفرام إثاوة، أي حرفيا هو، أما هو القديس مار أفرام، أي ما يخص القديس مار أفرام، فقد كان إلى آخره. والتعبير القرآني هو الله أحد يعني ما يخص الله أحد، والأصح عربيا الله الأحد كمبتدأ، يتبعه الخبر الله الصمد، أي مفهوم الله الأحد
هو الله الصمد، أي أن الله الصمد الموحد من اقتران الله بكلمته وروحه، أو بالتعبير المسيحي توحيد الله الآب والابن والروح القدس، هو الذي يشرح لنا معنى الله الأحد. فيكون المعنى الله الأحد هو الله الصمد. وبهذا المفهوم يكون الصمد أساس مفهوم الأحد. فمن يعترض على هذا التفسير فما عليه إلا الرجوع إلى التفسير الطبري ليرى تناقضات أهل التأويل الذين جعلوا من الصمد من لا جوف له، والذي لا يأكل ولا يشرب ولا يخرج منه شيء، ولم يلد ولم يولد. وكل هذا التخبط في معنى الصمد دليل على جهل أهل التأويل وأهل اللغة شرقا وغربا لسان القرآن العربي المبين الذي يشمل اللغة السريانية، وفي السريانية مفتاح سر معنى الصمد وليس العربية. ومن اعتبر أن كلمة أحد مأخوذة من العبرية فربما لم ينتبه إلى أن أحد لها أربع صيغ حسب استعمالها في اللهجات العربية: أولاً واحد، ثانياً حدا، ثالثاً أحد، رابعاً بحذف الألف النهائية حد، كقولك ما فيش حد. وقد وردت صيغة حد السريانية في القرآن بمعنى واحد أو أحد، إلا أنها قرأت جد بتنخيط خاطئ في المرحلة الرابعة، وذلك في سورة الجن الآية 3، وأنه تعالى جد ربنا، قرأت جد ربنا كمضاف ومضاف إليه. واختلف أهل التأويل في تفسيرها بإعطائها ستة معاني استنتج منها الطبري رأيه بقوله: وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب قول من قال: عني بذلك تعالت عظمة ربنا وقدرته وسلطانه. وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب لأن للجد في كلام العرب معنيين: أحدهما الجد الذي هو أبو الأب أو أبو الأم، وذلك غير جائز أن يوصف به هؤلاء النفر الذين وصفهم الله بهذه الصفة، وذلك أنهم قد قالوا: قد آمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. ومن وصف الله بأن له ولدا أو جدا هو أبو أب أو أبو أم فلا شك أنه من المشركين. والمعنى الآخر الجد الذي بمعنى الحظ، وهو الذي يقال له بالفارسية البخت. كل هذا اللف والدوران ما منه فائدة، لأن الحل أبسط من ذلك، فما علينا إلا أن نحذف نقطة الجيم من جد لقراءة وأنه تعالى حد سريانيا أي أحد أو واحد عربيا. هنا تنتهي الجملة وتبتدئ جملة جديدة: ربنا كفاعل بالرفع وليس بالجر، ما اتخذ صحابة جمع صاحب أي شركة وليس صاحبة ولا ولدا. ويشرح الطبري قوله: وما اتخذ صاحبة يعني زوجة ولا ولدا، وكأن الله بحاجة إلى زوجة ليتخذ ولدا. قبل إنهاء هذه الحلقة نعيد شرحنا لسورة الإخلاص لمتابعتها كما يلي: أولا قل هو الله أحد، أي ما يخص الله أحد، من هو الله الأحد كمبتدأ، يتبعه الخبر. ثانيا الله الصمد، أي مفهوم الله الأحد هو الله الصمد الجامع والموحد صفات الذات الإلهية الثلاث: الله، كلمته، وروحه،
كما ورد مضمونها في سورة الإسراء 85. ثالثا، لم يلد ولم يولد نسبة إلى وحدانية الصمد الذي لم يولد ولم يلد. رابعا، ولم يكن له كفو أحد، قرئت كفوا بالنصب باعتبارها خبر كان حسب قواعد النحو العربية، والحقيقة أن الألف النهائية بعد الواو مأخوذة من الكتابة الآرامية للدلالة على الوقف، أي عدم إضافة حركة صوتية بعد الواو، وهذه القاعدة معروفة في الكتابة العربية بكتابة جمع الغائب من الفعل الماضي مثل كتبوا أو الأمر اكتبوا، وتطبق نفس القاعدة على قراءة كفو على وزن فعول كما تلفظ في اللهجات الشامية وليس كفواً. وفهمت ولم يكن له كفو أحد بمعنى ولم يكن له مساو أحد، طبقا بالمرادف السرياني سفيق لي أي مساو له، قاموس منا صفحة 508 العمود الأول. ملاحظة أخيرة بالنسبة إلى ما يسمى بعلم التوحيد، الأصح أن يقال علم الصمد أو علم التصميد، لأن التصميد يفترض جمع أكثر من عنصر واحد، بينما الواحد قائم بنفسه وليس بحاجة إلى توحيد، وهذا هو الفرق بين الله الأحد أو الواحد والله الصمد أي الموحد. وخلاصة القول بالنسبة إلى سورة الإخلاص التي أو اللي تعتبر أهم سورة في القرآن وأساس الدين الإسلامي، أن المصطلح اللاهوتي الله الصمد هو الذي يجمع أو يصمد بين الدينين المسيحي والإسلامي. مع إطالة شرحنا في هذه الحلقة لم نتمكن من إنهاء ما تبقى من نفس قبة الصخرة بما فيه من مفاهيم هامة، ومنها تعبير إن الدين عند الله الإسلام. وسوف نرى أن أهل التأويل وأهل اللغة لم يخطئوا فقط في مفهوم مصطلح الصمد، بل حتى في مفهوم دين الإسلام. أملنا أن نتابع شرحنا في الحلقة القادمة وفي وقت قريب إن شاء الله، مع الشكر لاهتمامكم ومتابعتكم والرجاء الاشتراك وتفعيل الجرس لنوافيكم بكل جديد في حينه. مع التحية والسلام عليكم.